نعم. أنت علماني أم أنك مفكر إسلامي؟ والله لا أستطيع أن أصنف نفسي إلا إذا صنفنا الإسلام على أنه علماني فيما يتعلق بقضية الحكم. إذا صنفنا نظرية الإسلام في الحكم فسنقول إن الإسلام أقرب إلى العلمانية من الدولة الدينية، بمعنى أن لو اعتبرنا دستور الرسول صلى الله عليه وسلم ممثلا للقراءة النبوية لطبيعة الدولة كما ينبغي أن تكون بمقتضى القيم الإسلامية والقرآنية، فإننا سنجد في هذه الدولة المسلم واليهودي والمسلم المهاجر والمسلم المناصر وغير المسلم وغير اليهودي وغير المهاجر وغير المناصر، وبين هؤلاء كتب عقد يهتم بقضيتين هما مهمة السياسة، بالحماية في الداخل فيما بينهم، الدولة تحميهم عندما يقع خلاف بينهم، وفي الخارج إذا هجم عليهم عدو، وفيما عدا ذلك في حياتهم الروحية وحياتهم الخلقية وحياتهم الأسرية كل بحسب معتقداته. فهي بالشكل ده أقرب إلى العلمانية. أقرب إلى العلمانية، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آل عمران في المائدة لما طلب منه اليهود أن احتكموا إليه أن يحكم بينهم قال لهم لماذا لا تحتكمون إلى شريعتكم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم إن الآية 48 من المائدة تعلل تعدد الأديان بكونه شرط لأمرين، أولا شرط لكي يكون التدين حرية وليس جبر، وثانيا حتى يقع التنافس، الإنسان سيختار بين الأديان وطبعا فطرته ستؤديه حتما إلى اختيار الإسلام في النهاية. هذا ما تقول المائدة 48. طيب بهذا المعنى يمكن أن أقول إن رؤيتي لرؤية الإسلام للدولة أقرب إلى العلمانية منها إلى ما يتصوره عليه إما حركة الإخوان أو طبعا الحركة الوهابية أو غيرها من الحركات الإسلامية.